أما بعد أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في لقاء يتجدد أسبوعيا مع هذه السلسلة، سلسلة مفاهيم، في درسها ولقائها الرابع عشر، والتي نتناول فيها مجموعة من القضايا التي باتت مثاراً للجدل على مستويات مختلفة، سواء كان ذلك على مستوى العلم والتحرير أو على مستوى الدعوة أو على مستوى الإعلام، بل حتى والسياسة. وقد أخذنا في لقائنا الأخير موضوعاً كثر ولا يزال الحديث عنه، وهو موضوع الهجرة. تكلمنا عنه، عن مفهوم الهجرة في اللغة والاصطلاح ومفهومها بين الخطأ والصواب. وأجدني مضطراً أيها الإخوة في الله أن نتكلم عن موضوع يتصل بما سبق، فقد قررنا أن الهجرة على أنواع، وأن الحكم فيها إنما هو مناط بعلته، فالأحكام الشرعية تناط بعللها، والحكم الشرعي إنما يوجد بوجود العلة وينتفي بانتفائها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو متقرر. طبعا إذا قررنا جواز إقامة المسلم في بلاد غير إسلامية، وقد ذكرنا خلاف العلماء في تعريف بلد الإسلام من حيث الأصل، إذا قررنا جواز ذلك بشرط التمسك بالدين والتمكن من إظهاره في شعائره العامة والاضطرار إلى ذلك ونحو هذا من هذه المسائل، فيجب أن يكون المسلم على بينة من أمره أيضا في كيفية التعامل مع غير المسلمين، فالتعامل مع غير المسلمين أيضا ضبطه المنهج الشرعي. وبالتالي فإن مما ينبغي أن نتحدث عنه في هذه الساعة هي أو هو قضية الولاء والبراء، فهذه المسألة أيضا كثر فيها الخلط وكثر فيها الجدل، وكل صار يدلي بدلوه، ويا ليت هذه الدلاء تستقي من آبار العلم، وإنما هي مستقاة إما من الأهواء أو من الانعكاسات النفسية، أو هي مجرد ترداد وترديد وتكرار لكلام قد ألقي جزافا هكذا على وجه الإطلاق والعموم دون تقييد ولا تخصيص، وتتكرر الأخطاء دائما وأبدا. ومن الآفات التعويل على الفتاوى التي ترد من هنا أو هناك وتنزيلها على الواقع الذي يعيشه قارئها زمانا ومكانا، هذه من الآفات في التعامل مع كتب الفتاوى، فكتب الفتاوى لا يعول عليها في تقرير العلوم، وهذا شيء اتفق عليه العلماء. لماذا؟ لأن الفتاوى عبارة عن آراء شخصية للمتخصصين في بعض الحوادث والنوازل، فيفتون بما يقتضيه الحال زمانا أو مكانا أو مناخا أو أشخاصا أو ما أشبه ذلك من هذه المسائل التي تعتبر ضرورية في إصدار الحكم الشرعي عند الجواب على السؤال. ففرق بين كتب الفتاوى وبين التقرير العلمي للمسائل، بينهما فرق. ولذلك البهوتي رحمه الله، رحمة الله عليه، الذي صنف كتابه الروض المربع في شرح زاد المستقنع، اختلف قوله بينما كتب وبينما أفتى، كان يكتب
بما يفتي. فجاءه بعض الناس ينكر عليه، قالوا له يا شيخ أنت الآن وجدنا لك في الكتاب الفلاني تكتب كذا وكذا وتفتي بكذا وكذا، ما هذا؟ فقال لهم مغضبا: قولوا لمن يريدون إثارة الفتنة أن البهوتي إذا كتب كتابا ليس كما لو أفتى، فإنه إذا أفتى تذكر أنه موقوف بين يدي الله تعالى وأنه يوقع عنه. ففرق بين مقام الفتوى ومقام التقرير العلمي، بينهما فرق كبير. ولهذا يعتبر من أفتى موقعا عن الله سبحانه وتعالى، فالذي يصدر الحكم الشرعي في شيء يعتبر نائبا عن الله جل جلاله في إصدار حكمه، فليست المسألة هينة. فنرجع إلى قضية الولاء والبراء. الآن الناس فيها قد أكثر من الكلام والجدل والخوض فيها، ولا بد أن تنضبط هذه القضية أيضا بضابط شرعي وميزان يتضح للإنسان منه الفرق بين ما هو صواب وبين ما هو خطأ، بين ما هو حق وبين ما هو باطل. لأن الكتب التي كتبت خاصة تلك الرسائل في الولاء والبراء، وهي رسائل مختصرة في أغلبها، إنما تذكر فيها في الغالب الإطلاقات والعمومات، فإذا ما ترجمت بلغات غير اللغة العربية سببت كوارث في التصرفات والسلوكيات في شباب المسلمين، أعني المتدينين. فلا بد أن نرجع إلى أصل الأصول، إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في وجوه الدلالة لهذه النصوص الواردة في أسباب نزولها وأسباب ورودها، إن كانت أحاديث وكلام العلماء تحتها، والله ولي التوفيق. الولاء والبراء، ما الولاء والبراء؟ الولاء يراد به النصرة والمحبة، النصرة والمحبة. وأما البراء فيراد به التبرؤ والتنزه، ومن ذلك الكره والبغض. والله سبحانه وتعالى اشترط علينا أن نواليه ونوالي رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، واشترط علينا أيضا أن نتبرأ من الشرك وأهله. فهذه قاعدة أساسية من قواعد الاعتقاد، وأصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية، عقيدة الولاء والبراء. وطفح القرآن الكريم بتلك الأدلة الجلية الظاهرة في هذه المسألة. فكثيرا ما نقرأ قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلى آخر الآيات. إذن هذه سورة الممتحنة التي كان سبب نزولها أن حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى أهل مكة عام الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام قد سلك مسلك السرية وأراد أن يبغت قومه بغتة وأن يفجأهم فجأة في عقر دارهم. فما كان من حاطب إلا أن دفع كتابا، كتب كتابا وأعطاه إلى امرأة للتمويه ودفع لها جعلا أي أجرة، وقال انطلقي بهذا الكتاب إلى أهل مكة وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام الأمر كيت وكيت، فدعا عليه الصلاة والسلام
علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والمقداد بن الأسود وأمرهم أن يخرجوا في إثر هذه الضعينة أي هذه المرأة المسافرة وأنهم سيدركونها في مكان يقال له روضة خاخ وأن معها كتابا فليأتوا به فانطلقوا في إثرها حتى أدركوها في المكان الذي قاله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وبينه مكان يقال له روضة خاخ فوجدوها هناك وقالوا لها أخرجي لنا الكتاب قالت ما عندي الكتاب قالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجرد الثياب خيري واختاري فأخرجت لهم كتابا من ظفيرتها فانطلقوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرئ عليه دعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب استفصل ما تعجل في إصدار الحكم عليه قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا بغضا لديني وإنما إنني أردت أن يكون لي يد عليهم في أهلي ومالي يعني أن الغرض كان دنيويا بحتا لا علاقة له لا بالاعتقاد ولا بالدين فأراد أن يكون له يد عليهم يعني خدمة أراد أن يخدمهم حتى يحفظوه هو في ماذا؟ في أهلي وماله في مكة حتى قام عمر فقال ألا أضرب عنق هذا المنافق قال لا يا عمر إنه قد شهد بدرا وإن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فنزلت سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فهذا نوع من أنواع الموالاة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى أهل الإيمان وكذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين وكذلك قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآيات فالآيات كثيرة في هذا المقام التي تنهى عن التولي والمراد به المحبة والنصرة المحبة الدينية والنصرة ضد الإسلام والمسلمين وعلى هذا لا بد أن نفرق بين التولي والموالاة فبينهما فرق عند أهل العلم ولذلك التولي قد يوجب أو يسبب الخروج من الإسلام بخلاف الموالاة فالله عز وجل نهى عن هذا وذاك لكن فرق بينهما ففي آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم فهذا ما يسمى بالتولي وهو نصرتهم على الإسلام والمسلمين ومحبتهم محبة دينية بخلاف المقام الثاني الذي وقع فيه حاطب بن أبي بلتعة فإنه ما تولاهم دينيا ما تولاهم دينيا ولا أحبهم دينيا وإنما أراد أن يتقرب إليهم بشيء من مما اجتهد فيه وقد أخطأ قطعا ولذلك لم يسلب الله الإيمان عنه فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فرغم نهي عن اتخاذهم أولياء لكن ناداهم بوصف الإيمان ولم يقل كما قال في تلك الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم لأن ذاك المقام غير هذا المقام وعلى هذا لا بد أن نفرق بين كل هذه المقامات وسياقات الأدلة تعين على فهمها بعد النظر في أسباب نزولها وأسباب ورودها فالولاء والبراء تربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عليه منذ نعومة أظهارهم في الإسلام لكنهم كانوا يفرقون بين مقام ومقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أئمة الولاء والبراء كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم طيب صحيح ولا هذا لا شك فيه
لكن لابد أن ننظر في كل تصرفاتهم التي وردت عنهم حتى يتصحح أو حتى يصحح لنا المنهج وتتضح لنا الرؤية. والله قد أمرنا بأن يتولى بعضنا بعضا بالمحبة والنصرة، وهذا هو الأصل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم يوالي بعضا بالمحبة والنصرة والمساعدة وغير ذلك، فهم كالجسد الواحد. وأمرنا أن نتبرأ من الشرك وأهله كما قال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا لم يتولى بعضهم بعضا وتتبرأ من الشرك وأهله سوف تحصل الفتنة فيما بين الناس، ويلتبس الحق بالباطل، ويختلط الحابل بالنابل، وحينئذ يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا، فلا تسأل بعد ذلك عن النتائج الوخيمة. وقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ووصف الله عز وجل الموالين للكافرين دينيا وعقائديا بالمنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. انتبهوا، كل هذه الأدلة كل دليل له سياق وله معنى غير المعنى الآخر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في تحقيق الولاء والبراء. سعد بن أبي وقاص حينما أكرهته أمه على أن يكفر بالدين الإسلامي وقد جوعت نفسها وكان أبر الناس بأمه، فامتنعت عن الطعام والشراب وقالت: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت جوعا فتعير بي فيقال لك في العرب يا قاتل أمي أو تكفر من دين محمد. فبقيت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب حتى جهدت، فاليوم الثاني الثالث حتى كادت أن تموت. دخل عليها ففرحت، ظنت أن الفرج قد جاء وأنه سيعلن ردته. قال: تدرين يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت الواحدة تلو الأخرى على أن أكفر بدين محمد ما فعل، فإما أن تأكل وإلا أن لا تأكل. فأكلت وشربت. ونزل فيه قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فلاحظ هذا المعنى. وهكذا الحال مع بقية الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حينما وقع الأسارى في الأسر بعد غزوة بدر، فإذا بأبي عزيز وهو أخو مصعب بن عمير أخوه شقيقه ابن أمه وأبيه، يقوده بعض المسلمين في رباطه ووثاقه. فمر بهما مصعب فسر أبو عزيز ظن أنه سيشفع فيه، فقال له: شد به يديك فإن أمه ذات متاع عند الفلوس. قال: وأنت أخي ابن أمي وأبي؟ قال: إنه أخي دونك. هذا أخي، أما أنت فلا. سبحان الله، لأنهم عرفوا أن وشيجة العقيدة ورابطة الإيمان هي أوثق الروابط على الإطلاق، بل هي أوثق من رابطة النسب، أوثق من رابطة النسب قطعا. لذلك في الميراث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث أسامة، وهذا قول جماهير أهل العلم على من استثنى، ليس هذا موضوع البحث. لماذا؟ لأن رابطة العقيدة أوثق من رابطة النسب شرعا. انتبهوا. وهكذا الحال، مع أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان، حينما قدم ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضت قريش العهد بعد صلح الحديبية، وجاء ليفاوض ودخل على ابنته يزورها رجاء أن
تكون شفيعة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بيتها وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوت عنه الفراش ليجلس على الأرض، قال: تفعلين ذلك وأنا أبوك؟ قالت: إنه فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، لا تجلس عليه. فتعجب أبو سفيان، وخرقت بذلك أم حبيبة مثال العرب الدارج المشهور، لأن من أمثلة العرب كل فتاة بأبيها معجبة. نقول إن أم حبيبة فإنها لم تكن معجبة بأبي سفيان في ذلك اليوم رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا ثمامة بن أثان سيد بني حنيفة الذي أوثق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وكان يمر به: ما عندك يا ثمامة؟ تقول: خيرا، إن تمنن تمنن على شاكل، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال أعطيناك منه ما شئت. فيعود صلى الله عليه وسلم مرة ثانية اليوم التالي فيسأله: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: ما قلت أمس؟ إن تمنن تمنن على شاكل، يعني إذا أطلقت سراحي سأشكر لك فعلك وصنيعك، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني ورائي إيش؟ قبيلة يثأرون لدمي، وإن أردت المال أعطيناك ما شئت. فتركه اليوم الثاني، فعاد اليوم الثالث فسأله، قال: قلت لك ما قلت أمس، ما غيرت رأيي؟ قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، من عليه مجانا. فانطلق الرجل فاغتسل في بعض بساتين الأنصار، ثم دخل والماء يقطر من لحيته، وقال: يا رسول الله، والله لقد كان دينك أبغض الأديان إلي، وإن دينك اليوم أحب الأديان إلي، وإن بلدك كان أبغض البلاد إلي، وإن بلدك اليوم هو أحب البلاد إلي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تأثر ثمامة بن أثان بالأجواء الإيمانية والأخلاق الإسلامية والمعاملة الربانية التي رآها في المسجد، ثم عاد إلى قومه إلى بني حنيفة وكان سيده، وقرر على الفور أن يضرب عليهم حصارا اقتصاديا، لأنهم كانوا يرسلون الطعام إلى أهل مكة، فطعام أهل مكة طعام قريش كان كله من بني حنيفة. فقرر أن لا تصل إليهم حبة شعير، قطع عليهم المؤونة حتى أكلوا الجيف، فأرسلوا كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه فيه بالله وبالرحم: إننا قد متنا جوعا، قل لصاحبك. قال: والله لن تصلكم مني حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجد أن جوع قومه يكبر على نفسه، رغم أنهم طردوه وجوعوه وكذبوه وسبوه وسفهوه، لكنه أكثر البشر إنسانية عليه الصلاة والسلام. قال: يا ثمامة، أرسل لهم الطعام، لا يموتون جوعا، فيقول الناس إن محمدا قتل قومه جوعا. السلام. ووصل الطعام من ثمامة بن أثان إلى قريش. فهذا نموذج آخر رائع من نماذج تحقيق الولاء والبراء على أرض الواقع، وكل حياة الصحابة كانت على هذا النحو، كلها كانت على هذا النحو. وهكذا أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي لقي أباه يوم بدر فتحاشى أباه مرة بعد مرة، حتى لما ألجأ الأب المشرك ابنه في بعض الأماكن شهر السيف في وجهه وقتل أباه. أي نعم. ونزلت الآيات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. ولكن هذه التصرفات يجب أن توضع في قالبها الصحيح. فالولاء والبراء شيء، وما يستثنى منه شيء آخر، ما يستثنى منه شيء آخر. ففرق أولا بين التولي والموالاة، فرق بين نصرة غير المسلم في الدين وبين التحالف معه دينيا، فرق بين التحالف الديني والتحالف الدنيوي.
فرق بين التحالف الديني والتحالف الدنيوي، فرق بين المعاهدات الدينية العقائدية وبين المعاهدات الدنيوية المالية، بينهما فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين، مع المشركين ومع اليهود بيعا وشراء وإجارة وقربا، وهذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام. والقرآن يأتي فيه هذا الاستثناء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن قبلها هل قرأت: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ قال بعدها: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فحينئذ تقف، ولا بد أن تقف وتتأمل الفرق بين كلمة مودة وكلمة الموادة. فرق بين كلمة مودة والموادة. فالمودة هنا أرادها الله، عسى الله، وعسى من الله موجبة كما قال ابن عباس: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. أعقبها بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذا الاستثناء لا بد من اعتباره، وهذا الفرق لا بد من التأمل فيه أيضا. الله عز وجل في آخر سورة المجادلة ماذا قال؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، هذه من الموادة، من حاد الله ورسوله. وليس كل كافر يحاد الله ورسوله. فالآية هذه نازلة في الذين اصطدموا مع المسلمين اصطداما مسلحا، كما هو شأن كفار العرب وكما هو شأن قريش في ذلك اليوم. ففرق بين هذا وهذا. فالذي أمر بتوليه سبحانه وتعالى وتولي نبيه والمؤمنين، والذي أمر بالتبرؤ من الشرك والمشركين، هو سبحانه وتعالى الذي شرع لنا كيفية المعاملة مع غيرنا، صحيح ولا؟ فجاءت الاستثناءات، جاء الاستثناء في المودة. وعلى هذا لا بد أن يفرق بين المحبة الطبيعية الإنسانية وبين المحبة الدينية العقائدية، يفرق بين هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه أبا طالب، مع أن عمه أبا طالب كان كافرا ومات على الكفر، والله أثبت هذه المحبة في محكم القرآن، فقال: إنك لا تهدي من أحببت. وأثبت هذه المحبة بالفعل الماضي الذي يفيد التحقيق. فهذه المحبة كانت طبيعية إنسانية، لم يلم عليها صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه ربه عليها. انتبهوا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يمكن أن ننكر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. هل كان يكرهه؟ لا، لم يكن يكرهه، بل كان يحبه ويتمنى له الخير والهداية. فالكره هنا كان متوجها لشركه. وعلى هذا لا بد من التفريق بين الكره الشخصي والكره الفعلي. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ما قال بريء منكم، قال بريء من إيش؟ مما تعملون. فقد يجتمع في قلب الإنسان حب وبغض، وكل ذلك لله ولا يلام عليه. يجتمع في الإنسان
الإنسان حب للشخص ولكنه بغض لفعله، حب للشخص ولكن يجتمع مع هذا الحب بغض لكفره. كيف يبيح الله سبحانه وتعالى الزواج بنساء أهل الكتاب؟ وهذا يكاد أن يكون مجمعا خلف فيه ابن عمر وعمر رضي الله عنه وارضاه سياسة. ابن عمر خالف فيه اجتهادا ولم يقر على ذلك، حينما قيل له قال لا أعلم شركا أكبر من أن ممن لو قال اتخذ الله ولدا، ولكن جماهير الصحابة ما أقره على هذا الاجتهاد ولا على هذا التأويل. فالله سبحانه وتعالى أباح ذبائحه إذا ذبحوا ونحروا، وأباح الزواج بنسائهم في سورة المائدة، وكان سورة المائدة من آخر ما نزل في القرآن لم تنسخ، نزلت في السنة السادسة من الهجرة. يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم يعني ذبائحهم إذا ذبحوا، لكنهم لا يذبحون اليوم كالعارفين هذا. قال بعدها والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هن اليهوديات والنصرانيات العفيفات اللاتي لا يبعن شرفهن، بمعنى التي لا تكون ممن يباشر الزنا وتتخذه حرفة، بل تحصن نفسها عن ذلك وتصون نفسها عن ذلك. هذا هو قدر الإحصان المطلوب، قدر الإحصان المطلوب هو هذا. ففرق بين من تحترف الزنا فهذه لا يجوز نكاحها حتى لو كانت مسلمة، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فكيف يبيح الله سبحانه وتعالى الأكل من ذبائحهم والزواج بنسائهم ثم يأمر بالتبرؤ منهم؟ نقول حتى يفرق الإنسان. فلا يعقل أن يبيح الزواج بكتابية يهودية أو نصرانية وهو يبغضها. ما يمكن يتزوج بامرأة وهو يكرهها، لا بد أن يكون ثمة ميل وإعجاب ومحبة وما إلى ذلك. فهذا الميل والمحبة والإعجاب لا يلام عليها الرجل المسلم بغض النظر عن المصلحة الآن، أيهما أصلح أن يتزوج بمؤمنة موحدة أم بكتابية؟ ليس هذا هو موضوع البحث الآن، ليس هذا هو موضوعنا، لأن عموم قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا ورد عليك قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فنقول هذه الآية العامة عند العلماء مخصوصة بآية المائدة بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمشركات من هن؟ الوثنيات المذيات الملحدات التي ليس لهن دين، يستثنى الكتابية التي تدين بدين سماوي حتى ولو قالت إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله عز وجل ناداهم بوصف أهل الكتاب وكفرهم بذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك أباح ذبائحهم وأباح المحصنات من نسائهم زواجا بهن. إذن لا بد أن يفرق بين هذا وهذا، فلا يقال إن الرجل يتزوج بامرأة وهو يبغضها، هذا غير معقول، غير معقول لها. فأباح الله له محبتها والارتباط بها والإنجاب منها وما يترتب على هذا من المصاهرة وغير ذلك، لكن في نفس الوقت قد يجمع بين محبتها وبين بغض كفرها وبين بغض شركها، فهذا هو الميزان. فكذلك نعود إلى سائر أنواع المعاملات مع غير المسلم، لا بد أن يفرق بين مقام ومقام. أولا غير المسلمين من المشركين والكافرين ليسوا سواء، فمنهم المحارب ومنهم المستأمن ومنهم المعاهد ومنهم الذمي، فهم أصناف، أصناف يختلفون، وكل صنف له أحكامه المتعلقة به. ففرق بين الذي يحارب ويقاتل المسلمين، وهذا أيضا أحكامه تتبعض، بمعنى أن الأحكام تتعلق بشخص دون شخص، بشخص دون شخص. فقد يكون فرد أو مجموعة تحارب المسلمين، ولكن هذه المجموعة تتصل بها مجموعات من أسر وعائلات وجيران، فهؤلاء لا يأخذون هذا الحكم،
لأن أحكام تتباعد. وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيفرق بين هذا وهذا، يفرق بين الفاعل المباشر وبين من لم يباشر أصلا ولا علاقة له بالموضوع، بل قد يكون ضد هذا التدخل، قد يكون ضد هذا التدخل العسكري أصلا، كما نرى في المجتمعات الغربية. ليس بالضرورة أن يكونوا موافقين على ضرب المسلمين هنا أو هناك، صحيح ولا؟ ومن ذلك ما حصل للمسلمين في المطار، في مطار أمريكا، من طردهم وعدم إدخالهم. رأيتم التعاطف ولا ما رأيتم التعاطف؟ تعاطف معهم أمريكيون وأتوا إلى المطار بالطعام والشراب والغطاء، وقامت مظاهرات ومزال. وأنا كتبت منذ قليل: أتمنى أن يستمر في حماقاته هذا الأحمق، لأن نهاية الغطرسة الأمريكية ستكون على يديه بإذن الله عز وجل. لأن الناس، الشعوب تحررت من الدكتاتورية، والشعوب الآن اقترب بعضها من بعض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. في لحظة يمكن أن ينتشر الخبر في الكرة الأرضية كلها، والناس فيها منصفون. يقول الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى آخر. فقوله ليسوا سواء، هذا ينبغي أن يؤدبنا بأدب عدم التعميم في الحكم، ويفرق الإنسان بين شخص وشخص، وهيئة وهيئة، وجهة وجهة، ليسوا سواء. فإذا أيها الإخوة، هذه كلها أحكام تتبعها، والولاء والبراء ضروري وأصلي في العقيدة الإسلامية، لكن فيه استثناءات، فيه استثناءات. فلا ينافي الولاء والبراء أن يحسن الإنسان إلى جاره ولو كان غير مسلم، صحيح ولا؟ طيب. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال: فليكرم جاره. فهل الجار هنا لابد أن يكون مسلما؟ ها؟ فكيف نجمع بين نصوص الولاء والبراء والبغض والتبرك وبين الإحسان إلى الجار؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أقل ضيفه المسلم؟ أجيبه لا. إذا كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول: هذا مما يستثنى أيضا، إذا كان جارا أو ضيفا أو كبيرا. أنزل الناس منازلا، فالكبير في القوم لا تعامله بمعاملة عادية. ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف من قباء، لم ينزل عند المسلمين ولم يبت عند المسلمين قبل أن يصل إلى المدينة. حينما نزل عند أبي أيوب الأنصاري، لما نزل في قباء فبقي فيها أسبوعا وعشرة أيام على خلاف، لم ينزل عند المسلمين، بل نزل عند كبير القوم وكان يسمى بكلثوم بن الهدم، وكان رجلا مشركا. فنزل عنده وأكل عنده وبات عنده وكان مشركا، لكن الرجل أصبح يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كيف نجمع بين هذا وبين الولاء والبراء؟ نقول: هذا مما يستثنى، ومما يستثنى كما قلنا الزواج بالكتابية، المصاهرة التي تترتب على هذا الزواج، وبالتالي هي لحمة وصلة أقرها الإسلام، لأنه إذا أباح الزواج بها علم الله ابتداء أنه سينجب منها، وأن هذا الرجل سيكون له أصهار من أهل الكتاب. إذا لا نجمع بين هذا وهذا، فالمسألة لا ينبغي أن نخطئ فيها. ولهذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في نقض العهد وارتكاب الجرائم في حق الإسلام والمسلمين لم يعمم. أول من نقض العهد من أهل الكتاب بنو قينقاع، وكانوا أربع قبائل: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير ويهود خيبر. أول من نقض العهد بنو قينقاع، فهم الذين سلط عليهم العقوبة بإجلائهم من المدينة، والبقية أبقاهم، البقية أبقاهم، ما أخذ البقية بجريرة بني قينقاع. وهذا هو العدل، ما تستطيع أن تأخذ بجريرة زيد عمرو، ما يمكن، هذا يأباه الإسلام، وهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت هم يظلمون، نقول: إن ظلمهم لا يبيح لنا ظلمهم، فظلمهم لا يزول إلا بعدلنا، وخطأهم لا يزول إلا بصوابنا. لا بد من أن نفرق بين هذه المقامات. ويدخل على بعض العقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
ولا يفرق بين ما هو حق لله وما هو حق للإنسان. وهذا من الخلط، هذا من الخلط، لأن الله تبارك وتعالى ما أراد بذلك العموم، فهو عموم مستثنى أو إطلاق مستثنى بقيود. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل. طيب لو أن شخصا اعتدى على شخص فزنى بابنته، هل يذهب يزني بابنته؟ يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. لو أن شخصا قتل شخصا بقارورة خمر، سقاه قارورة خمر أجبره على ذلك حتى أزهق روحه، فهنا لا يفعل به نفس الشيء. لو أنه أحرقه بالنار، لا يجوز أن نحرقه بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار. إذن لا بد أن نفرق بين ما هو حق لله وبين ما هو حق للإنسان حتى لا تختلط علينا المفاهيم. تبه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذا فيه استثناءات كثيرة جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما عامل غير المسلمين بمعاملة واحدة، بل تنوعت واختلفت معاملاته، كل بحسب حاله وكل بحسب استحقاقه. فكذلك في مقام الولاء والبراء، الولاء والبراء لا بد له من استثناءات، وإلا سوف يقع الإنسان في التطرف الذي يحوله إلى وحش كاسر. وهذا هو الذي وقع فيه كثير منهم مع الأسف، حق لا. لماذا؟ لأن هذا الميزان عندهم مختلف، ليس عندهم ميزان شرعي ولا ضابط يضبطه ولا رادع يردعه، فإذا بهم يحكمون ويعممون بأحكامهم كافة الخلق، وهذا خطير. وقد عاد ذلك التصرف على الإسلام والمسلمين بالشر والسوء والأذى مما قد علمتم. فمن استثناءات ذلك إذن الزواج، المصاهرة، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الضيف لو نزل به، كذا ولا؟ الإحسان إلى الضيف، الإحسان إلى الناس عموما، وقولوا للناس حسنا، اللين في الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أداء الأمانة، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. النبي صلى الله عليه وسلم يطرده قومه بعد التكذيب وبعد التسفيه وبعد أن ألصقوا به كل النعوت وهو بريء منها، ومع ذلك يوم أن هاجر أمر علي بن أبي طالب أن يرد عليهم ودائعهم وأماناتهم التي ائتمنوه عليها. شفت؟ ليس ما قالهم كفار أخرجوني ضربوني قتلوا أصحابي، لو كان عند هؤلاء كما نراه اليوم، لا، إنما عاملهم بمنهج شرعي، عاملهم بمنهج شرعي. المغيرة بن شعبة مع صاحبه، أو حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوثقه ثلاثة من المشركين فقتل واحدا وفر اثنان، وأتى بالمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالمال فأخبره أنه أسلم وأتى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله منك، وأما المال فإنه مال غدر نرده عليك، وأما المال فإنه مال غدر نرده عليك. هذه الأخلاق السامية، هذا هو منهج الإسلام. نحن الآن نعيش خلطا، نعيش خلطا ونعيش مزجا ونعيش اضطرابا في المناهج والأفكار، وأكثر هؤلاء يتعاملون بالعواطف، والعاطفة لا محل لها في هذا المجال. أن تتعاطف مع المسلمين ومع قضاياهم ومع نوازلهم ومع جراحاتهم شيء، لكن أن تتصرف بمقتضى ما تمليه عليك عاطفتك دون الرجوع إلى المنهج الشرعي شيء آخر، شيء آخر. فهم أصناف، عندك المقاتل وعندك المعاهد وعندك المستأمن وعندك الذمي، هؤلاء لهم أحكامهم. فعندنا ثلاثة أصناف منهم تحرم دماؤه وتحرم أعراضه وتحرم أمواله: المعاهد بعهده والمستأمن بأمانه والذمي بذمته. من أمن رجلا على نفسه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والمعاهد هو الذي بينه وبين أحد المسلمين عهد،
ليس شرطا أن ينعقد العهد من الدولة، من دولة المسلمين، ليس شرطا، ليس شرطا. قال أهل العلم: قد يعطي العهد امرأة، وقد يعطي العهد ولد صغير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد واحدة على من سواه. يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى المؤمنين إذا أعطى العهد وجب احترام عهده، خلاص لا يجوز نقض عهده، لأنه صار محترما هذا الإنسان. ثم إن هذا الحكم يدخله التبعيض. عبد الرحمن بن عوف يحمي أمية بن خلف من سيوف المسلمين في ساحة بدر. عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة والحديث الصحيحين يحمي أمية بن خلف رأس الكفر من رماح وسيوف إخوانه. ويأتي بلال الذي تعذب طويلا بسياط هذا الطاغية، فيرفع سيفه ويهوي به، فإذا بالسيف يضرب به أخاه عبد الرحمن في قدمه، سببت له عرجة في ساقه حتى لقي الله. والقرآن ينزل والوحي موجود والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وحاضر، وأقره الله على ذلك. ما حكم عليه بالردة وأنه يوالي هذا الكافر؟ ليش؟ بينهما عهد تجاري وأسر. أمية بن خلف عنده أهل في المدينة ومال، ابن عوف يحمي له ماله وأهله، يقوم على ذلك في المدينة. وأمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف له أهل ومال في مكة، كذلك يقوم أمية بن خلف على أهله وماله بمكة، والله أقره على ذلك. إذن هذه استثناءات، لا يؤخذ هذا بهذا وجريت هذا بهذا. وضرب ابن عوف وقال: رحم الله أخي بلالا، كاد أن يقتلني في ذلك اليوم، ضربني بسيفه حتى سبب لي هذه العرجة، صار أعرج طيلة حياته بضربة بلال رضي الله عنه وأرضاه. إذن أين نحن من هذا؟ أي شيء الآن يأتي بالولاء والبراء؟ هذا بالنسبة مع غيري المسلمين كما اتضح، لأنه حتى ولو خالفك هذا الإنسان في الدين فبينك وبينه قواسم مشتركة لا بد أن تعترف بها، لا بد أن تعترف بها، إن ثمة قواسم مشتركة بينك وبينه حتى ولو خالفك في الدين والعقيدة. القاسم الأول قاسم الإنسانية، فأنت إنسان وهو إنسان، والحيوان عجيب جميل. فإذا كان إنسانا، إذا ثبتت أخوته الإنسانية فهو أخوك في الإنسانية، رغم أنه كافر لكنه أخوك في الإنسانية. أخوك في الإنسانية، نعم أخوك في الإنسانية. ألم يقل الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فهو ابن آدم وأنت ابن من؟ آدم، فأبوكما واحد وأمكما واحدة، فهذه أخوة إنسانية ثابتة. وهذه الأخوة أثبتها الله. كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، رغم أنهم كذبوه وكفروا به، لكن الله أثبت هذه الأخوة إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم، ما قال نبيهم ولا رسولهم، قال أخوه. فكيف يثبت الأخوة بينه وبينه؟ قال: كان أخوة على نوعين، أخوة إنسانية فهو أخوهم في الإنسانية، وأخوة قومية لأنه من قومهم. فعندك إذن هذا الإنسان الذي تتعايش معه قاسم آخر وهو الأخوة القومية. كيف القومية؟ باعتبار أنكم تعيشون في رقعة جغرافية واحدة، فصرتم قوما واحدا. باعتبار أنكم تتعايشون في مدينة واحدة أو في حي واحد في رقعة جغرافية واحدة، فالتعايش هذا في رقعة واحدة من الأرض يخلق هذا النوع من أنواع العلاقات، فصرتم قوما واحدا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، المدينة لم يكن فيها إلا المسلمون، معه المهاجرون، ووجد فيها الأنصار، ووجد فيها اليهود، ووجد فيها بعض المشركين من العرب الذين لم يسلموا، ما أسلم كلهم، ووجد بعض النصارى. فصارت كم من عقيدة هذه؟ أربع عقائد: عقيدة الإسلام، وعقيدة اليهود، وعقيدة النصارى، وعقيدة الوثنية الجاهلية.
فكم من صنف هؤلاء؟ أربع أصناف. ومع ذلك لما كتبت معاهدة المدينة أعلنها على المنبر وقال إنما أهل المدينة أمة واحدة، إنما أهل المدينة أمة واحدة. فهل قصد المسلمين ولا جميع الناس؟ أجيبوا جميع الناس، قصد جميع الناس. إذن عندك الأخوة الإنسانية، الأخوة الوطنية، الأخوة القومية، الاشتراك في رقعة جغرافية واحدة، كل هذا يستثنى من ذلك الذي ذكر من مسألة الولاء والبراء. ففرق بين بغض الشرك والكفر في ذاته وبين بغض الشخص في شخصه. ولهذا قد تجمع نقمة ورحمة في القلب، فقد تنقم على شركه وكفره وعمله، لكنك تتمنى له الرحمة وتتمنى له الهداية. يمكن وما يمكن؟ يمكن، وهذا وارد، وهذا وارد. يا رسول الله إنهم قد ضربوك، ضربوه حتى أسالوا دمه، ادعوا الله على المشركين، يا رسول الله ادعوا الله عليه، فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم وانظروا إلى الرحمة الواسعة، الرحمة العظيمة التي كانت في قلبه، يدعو لهم بالهداية وينسبهم إلى نفسه. ما قال اللهم اهد هؤلاء، قال اهدي قومي مع شركهم، فهو يخالفهم في العقيدة والدين، ينسبهم إلى نفسه، ثم يعتذر لهم فيقول فإنهم لا يعلمون، مع أنهم قد علموا وقامت عليهم الحجة، لكن لا يعلمون حقيقة العلم، لا يعلمون حقيقة العلم. كذلك مما يستثنى في عقيدة الولاء والبراء أن لا يغفر الإنسان ذمته وأن يحفظ عهده. إذا عاهد شخصا في بلد على أنه دخله بتأشيرة أو ببطاقة إقامة أو نحو ذلك، وأن يحترم نظمه وقوانينه، أن لا يكون سببا في الفتنة. فالصحابة لم يرد عنهم في بلاد الحبشة أنهم تصرفوا تصرفا مخلا، لم يرد عن الصحابة في بلاد الحبشة الذين مكثوا فيها طويلا سنوات طويلة ما أثر عنهم أن أحدا منهم سرق أو أحدا منهم قتل أو أحدا منهم أساء إلى شخص، لأنهم تأدبوا بأدب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قوم أحسنوا إليكم وأحسنوا جواركم، وهذا شيء لا يجوز إنكاره، لا ينكره إلا لئيم أو ناقص العقل أو مدلس الفطرة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إليك لا تقابل إحسانه إلا بالإحسان، فلا تخلط هذا بهذا. هذا في مجمل هذا الموضوع، موضوع الولاء والبراء وما يتعلق به من مباحث. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يهدينا وإياكم دائما وأبدا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.